كوكو كريغليتي، كوكو سكا الحديره الكبرى، يلا جيبوا ورقه وستيلو وما تنساوش الخشيبات. عارفه راسي غبرت عليكم بزاف، ولكن الله غالب كنت مريضه شويه، زيد عليها الخدمه فما كنتش كنقدر نصور فيديو ونمونطيها ونحطها، لان كياخذ شويه ديال الوقت، زياده على ان الاحداث الاخيره ما خلات ليش الخاطر باش نصور فيديو، لان المحتوى راكم عارفين فيه الطنز وداكشي، لا النفسيه لا داكشي اللي كنشوفوه حاليا ما كيخلي لك الخاطر انك دير شي حاجه. كريغليتي شي راه لقاو عليهم الكريديات الفاف ما كتخلصش، نزلت عليهم الفيفا بالعقوبات، هما كانوا عطاوهم قال لهم غنعطيكم 3 ايام بالحساب، يا تجمعوا راسكم وتخلصوا الكريدي اللي عليكم يا غتنزل عليكم العقوبات. وما خلصوش، انا ما فهمتش علاش ما خلصوش. ياك عمي تبون قال لهم حتى حد ما يسالنا، واللي يسال يجي يخلص. نتوما كيفاش عندهم الكريدي؟ ياك القوه الضاربه، الكوكب اكبر قرقره في المنطقه، حنا نخلصوا الديون تاع اثيوبيا ومالكم ما خلصتوش الكريدي؟ ايوا يا سيادنا، الفيفا وقفت كاع الانشطه ديال كريغلاتي، الانشطه داكشي تاع الرياضه والكره وهذا توقيف باش غادي يبرروها. داروا تعياو في من غيلصقوها ظالمه او مظلومه، قالك سوف يتم توقيف الانشطه الرياضيه تضامنا مع فلسطين والاحداث الاخيره. هي انا عليكم كريغلاتي، زعما ضروري تلصقوا معاكم هذوك الناس اللي ليه. خلي كريغلاتي مشاو يلعبوا في الامارات باش غادي يستقبلوهم، الله غيستقبلوهم بالدقه المراكشيه ديالنا ديال المغرب، كيسميوها قال لك قرقابو، القناوه يقولوا لهم قرقابو، الدقة المراكشية قرقابو، عبيدات الرما قرقابو، كل شيء عندهم سميتو قرقابو. أنا مني كنشوف قلت يا كمال المغرب لاعب تماك وأنا ما سايقاش الخبار، حتى كيقولوا لي الناس لا نرجس عتقي هادوك راه كريغلاتك نشوفو. المهم وانا كنتفرج كيبان ليا واحد الطاكوسيه برو ماكس، طاكوسيه شاشائريه برو ماكس، الا كانوا طاكوسيات بزاف ما شاء الله تبارك الله في العمارات مشاو يشجعوا الشاشاير، ولكن لا الطاكوسيه هادي الشاشاير فخوره بيك والشاشائريين حتى هما فخورين بيك. بخك بخك انا ضرني راسي قلت لهم وريوني فين كاينه هاد خيتي، هما يعطيوني لاباج ديالها على تيك توك نديرو لها شويه ديال الاشهار، بنت جوارينا خاصنا نشهروها باش الناس اللي حتى اللي ما عارفاش يزيد يعرفها، الوهرانيه اييه شوفوا تبارك الله ما شاء الله الجمال. حتى انا ما كنتش من العاكزين، دخلت كنكتشف ومشيت كنقرا في التعاليق نشوف جوارينا اش غيكتبوا ليها، لقيتهم كيشجعوها ومفتخرين بها. كاين شي وحدين كيدورو فيها ولكن الاغلبيه فرحانين عجباهم، كاين اللي كاع كيقول لها جي عندنا الولايه الفلانيه، الاخر كيقول لها جي زورينا في الولايه الفلان فلانيه. مدام سميره سيطايل، سميره سيطايل اللي كيتم تعيينها اليوم كسفيره ديال المغرب في دوله فرنسا في فرنسا، انا كيجيني اختيار موفق خصوصا بعد الخرجه الاعلاميه ديالها في فرنسا
اللي كانت كتهضر فيها على الزلزال واللي كاملين باقيين عاقلين عليها اللي هي Première هادي. minute après le séisme à 23h11 avant-hier soir, tout le monde s'est mobilisé, il y a un schéma. On n'a même plus besoin de nous dire ce qu'on doit faire parce qu'on a connu 2004, le fameux tremblement de terre de El Hoceima. فمن هنا ممكن نقولوا اختيار موفق، إنسانة متمكنة، إعلامية قديمة ومتمرسة، وكنشوف أنها ممكن تكون بورت بارول ديال المغرب في فرنسا. نتمنوا لها كل التوفيق في دولة فرنسا. فرنسا كريغلاتي، حبيت نسقسيكم برك، وين راح عمي تبون؟ ها واش انا دابا غنبدا نقلب عليه من قناه لقناه؟ كان شحال هادي موالف كيخرج ليا بدوك الفيديوهات ديالو، ويخرج ليا بدوك اللقاءات وانا نكنش ونقاد في الفيديوهات ديالي. ها دابا ولا كيغبر عليا القناه، غدا كنقلب عليه من لايف لايف. عجبكم الحال بحال هكذا؟ على الاقل دابا مع هاد الاحداث يخرج ويدير لينا تصريح. من نهار قال لينا القضيه انا متابعها شخصيا ما شفناه، ما خرج ما طلع لينا، حتى شفناه مؤخرا كيستقبل فرنسا. وعمي تبون استقبلتي فرنسا، استقبلتي فرنسا، خرج لينا بشي تصريح، تحفنا بشي خبر، خرط علينا شي خرطه تخلينا ضايعين بحال هكذا. راه لا تمكن، لا تمكن عمي تبون، خرج هضر، قول لي شي حاجه. انا باغا ندير فيديو، انا القناه عندي، انت هو الداعم الرئيسي للقناه، فتحرك معنا عمي تبون شويه. على ذكر عمي تبون وكريغلاتي، ماشي كان مانعهم يخرجوا يديروا الاحتجاجات؟ فرنسا مانعه، حتى هما مانعين. ايوا كيشوفوا المغرب تبارك الله ما شاء الله، الناس شحال خرجات وداكشي، يا سلام. والرباط، ما انتم عارفين الرباط ما شاء الله، وداكشي البنيه التحتيه والطرقات، وهذا هكا بانت الرباط في دوك الفيديوهات ما شاء الله تبارك الله. وكريغلاتي غير كيشوفوا بعويناتهم في تونس خرجوا، وكريغلاتي غير كيبرقوا في العالم الناس خرجت وكريغلاتي جالسين. هذيك السيمانه تقول بداو يتصوروا عندنا في اللايفات ولا كيبانوا والو، حتى لدابا قال لك اليوم راهو ما خرجوا. انا اش قال لي واحد من جوارينا، قال لي راه خايفين يخرجوا لا يصدقوا دايرين الفوضى والشغب بحال داكشي ديال فرنسا، او لا يصدقوا دايرين بحال داك الحراك ديال 2019 اللي ها منعوهم يخرجوا، ولكن خرجوهم سيكنات. وشي وحدين فيهم بداو كيقولوا الثروه وداكشي ديال فلوسنا وهذا، هما جالسين كيقرقبوا عليهم واحد بواحد مسيكنات. جوارينا في فرنسا، فرنسا شاب كداك الشيء نتاع خنشالة يو خنشيلو، تراث راه قلنا لكم الخنشالة تراث ششائري، في فرنسا معروفين بالبيك بوكيت، هادشي زعما ما ماشي حنا اللي قلناه، التراث ديالهم السي في ديالهم كيقول هادشي. ايوا يا سيادنا، هاد الايامات جالسين كيخنشلو في المؤثرات الششائريات، بداوها مع ديك ريبيكا، دخلت لدارها لقاتهم قشطوها، ومع عندها الكاميرات سمعاتهم كيهضروا وعرفاتهم دياولها من اي توك، وقالتها غير ما قالتش ششائريين. مهم شوفوا بعد الاولى. J'ai des caméras, heureusement que j'ai des caméras partout. Ils m'ont dépouillé. Vous savez c'est quoi dépouiller? Ils ont tout pris. من بعدها جات واحد المؤثرة أخرى غير هاد الأيامات، سميتها روفيا. هاد روفيا تاني مشات، كنت مشات تنفخ قنانفها وصايبة ضفارها، هذاك الشيء اللي قالت هي، مشات نفخت قنانفها وصايبة ضفارها، رجعت لقاتهم هرسوا ليها الباب ديال الدار، داو ليها ذهبها، داو ليها هذاك الشيء كاع اللي عندها، كشطوها. ولكن هادي قالت ليهم تاعنا تاع شاير من عندنا، جاو كشطوني ومشاو. وعندها التسجيل الصوتي، وفيهم مرا امرأة شاشايرية جات سرقت امرأة شاشايرية اخرى. سمعوا. بغافو ولاد بلادي اللي يدخلوا يكاسيو بنات بلادهم، رجداري تعسوا فيا برا تدخلوا تكاسيو في الدار، بابي راح بابي راح دابي ريتو.
شوفوا 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 البيت تاع الذهب في الارض، شوفوا البيت تاع الذهب. ولات خرجت عاود بفيديو اخر ثاني وكتاكد ليهم، قالت لهم بلي مارا معاهم وحده شاشيريه، هما جوج شاشيريين من ديال فرنسا يعني زياده وخلوق، وحده اخرى شاشيريه مهاجره. حطتهم سمعوا جزائريه معاهم مع ولاد فرنسا، جزائريين حتى هما، ولكن والدين كابرين هنا. يا ان جروب، ان جروب تاع لي الجزائريه اللي راهم يعسوا في لي انفلونسور جزائريين اللي ساكنين في باريس. سمعوني مليح، راه مانيش راح نعاودها، اللي ساكنين في باريس معروفين، اللي ساكنين في باريس. خرجت بواحد الفيديو اخرى قالت لهم علاش نتوما كتحسدوا اي انسان نجح، ما كتبغيوش الخير لولاد بلادكم. وفعلا عندها الحق، راه انا كيف الاول كان كاين عند بالي غير معانا حنا، ساعه هما بالتركيبه ديالهم كيحسدوا، ما كيغيروا، ما كيبغيوكش تكون انسان ناجح. وهذا الشيء قالتو بنت بلادهم فمها، وبهذا الشيء ماشي انا اللي كنقولو، مؤثرين ديالهم هما اللي قالوه ماشي انا. يلا هكري غلاتي، خليت لكم الراحه، تصبحون على طوابير وكوابيس. باي.